don't you be bigger. But you're definitely the one. Long way from home, aren't you? يعطيكم العافية الربع، شلونكم؟ شخباركم؟ عساكم طيبين. رجعت لكم بفيديو جديد عن God of War، وبالفيديو هذا راح أتكلم عن شخصية مهمة، لكن قبل ما أبدي حاب أني أشكركم على دعمكم الجميل للقناة وللفيديوهات وللسلسلة هذه، ولا تنسون تضغطون على زر لايك وتشترك إذا ما كنت مشترك، وفعل الجرس علشان يوصلك كل شيء جديد. اليوم راح أخصص الحلقة هذه حق شخصية مهمة، والقتال معاها كان من أجمل القتالات بالألعاب بالنسبة لي، اللي هو بولدر أو سترينجر. مثل كل مرة راح أتكلم عن الشخصية باللعبة وأيضا بالميثولوجيا النوردية، لأن في اختلافات كبيرة وفي ترابط بعد، فخلونا نبلش باللعبة. عرفنا بولدر باللعبة أنه هو ولد أودن وفريا، وأودن أرسله علشان يجيب له معلومات عن الجاينتس، وهو أخ غير شقيق لثور وتير. أم فريا عرفت من خلال المخطوطات والكتابات أنه راح يموت بلا سبب أو بلا هدف، فسوت سحر أو سبل علشان ما يضر شيء أبد، إلا شيء واحد نسيت تحميه منه، اللي هو نبات طفيلي اسمه المسلتو، أو بالعربي اللي هو نبات الهدال. السحر هذا أو اللعنة مثل ما يقول بولدر خلته ما يحس بولا شيء، ما يحس بالألم، بالسعادة، بالحب، وحتى البرد أو الحر. وكان يبيها تفك السحر عنه لكنها رفضت وهجرها، وراح عاش مع أبوه 100 سنة، ورجع بأمر من أودن علشان يسأل زوجة كريتوس اللي هي في عن العمالقة، بس قابل كريتوس وبدت القصة بينهم. والحين نروح حق نهاية اللعبة ونشوف شلون استخدم إتريوس الهدال أو المسلتو علشان يفك السحر عن بولدر ويرجع يحس، ويبين الحقد اللي كان موجود من بولدر إلى أمه، ونشوف إنه هجم عليها لكن كريتوس ذبحه. وبعد موته نشوف الجو تغير وصار فيه ثلج، وقال ميمير إن هذا البرد هو راح يكون قبل معركة الراغناروك. الفيلم بالوينتر أنا تكلمت عنه بفيديوهات سابقة، إنه راح يصير الجو بارد وراح يصير فيه ثلج، هذا هو بداية الراغناروك، وإن موتة بولدر باللعبة هي راح تكون بداية الراغناروك. والحين خلونا نروح حق الميثولوجيا النوردية، وأول اختلاف إن بولدر هو ابن أودن وفريغ ومو ولد فريا، وإن بولدر كان جميل وقوي ومحبوب من الكل، وكان مقاتل يعني جدا قوي، وإن أمه فريغ حلمت إن بولدر راح يموت بدون سبب، وهذا الشيء خلاها تطلب من كل الكائنات، والجماد ما يضرب ولا شيء، يعني ما في شيء يقدر يخترق جسمه أو يعوره، إلا شيء واحد نسيت إن هي تحميه منه، اللي هو المسلتو أو الهدال مثل اللعبة. لكن بيوم من الأيام اكتشف لوكي السر هذا، السر اللي يذبح بولدر. قام لوكي وراح حق أخو بولدر الأعمى اللي اسمه هود أو هودر، وعطاه سهم في المسلتو مستخدم فيه أو صانع من المسلتو أو نبات الهدال، وقال له يصوب السهم هذا على بولدر وإنه ما راح يموت وما راح يصير فيه شيء. سوى الشيء هذا هود من غير ما يعرف نوايا لوكي، من قوة السهم اخترق جسم بولدر ومات. وهني يوم مات بولدر كانت هي من الميثولوجيا النوردية بداية حرب الراغناروك. كالربع أنا أدري يعني قاعد أقرأ كومنتاتكم، وأدري أن أنتوا تقولون أن الفيديوهات قصيرة، لكن أنا أحاول أني أختصر كل المعلومات مهمة علشان أقول لكم إياها وعلشان ما تملون بالفيديو. في اقتراحات وايد من الكومنتات قاعد أشوفها، في ناس تبي تتكلم عن الهورن أو البوق، من اللي نفخ في البوق، وفي ناس كتب تتكلم عن الطير اللي كان موجود بهيلهايم. فكل اقتراحاتكم أنا قاعد أسجلها، وإن شاء الله راح أحاول أني أنفذها بأقرب وقت. يعطيكم العافية، كان معكم أخوكم بجريد، والسلام عليكم.